البواحير من أقدم الأساليب التي لجأ إليها أهل الجبال وما زالوا لمعرفة أحوال الطقس وتحديدا في موسم الأعياد. وهذا العام يبدو أن الميلاد سيكون أبيض وفصل الشتاء قاسا. تقرير جوني تانيوس. لا شك في أن لموسم الأعياد في الجبال والمناطق المرتفعة نكهة مختلفة عنه في الساحل والمدن، خصوصا إذا كان الثلج قد تساقط. ولهذا الأمر حسابات وقوانين لا يعرفها إلا قليلون. لا يزال كبار السن في عدد من الأرياف يلجؤون إلى طرق يعتبرونها الأفضل لمعرفة حال الطقس، خصوصا خلال فصل الشتاء وأكثر تحديدا في موسم الأعياد. أحد أبرز هذه الطرق هي البواحير، وبعد بحث وروايات سمعناها تبين أن ثمة أكثر من تفسير. بعضهم يلجأ إلى مراقبة الطقس من 20 تموز ولمدة 12 يوما، باعتبار أن طقس كل يوم يدل على طقس شهر بكامله بدءا من أيلول، ما معناه أن طقس 20 تموز مثلا يعبر عن طقس شهر أيلول المقبل. بعضهم الآخر يراقب الطقس من عيد الصليب في 14 من أيلول ولمدة 12 يوما أيضا، على قاعدة أن طقس 14 أيلول يشير إلى طقس الشهر ذاته، و15 أيلول يشير إلى طقس تشرين الأول، وهكذا دواليك. وهذه الطريقة تسمى أيضا بالصليبيات. أما الفئة الثالثة فهم يراقبون الطقس في تموز وأيلول ويعمدون إلى المقارنة، فإذا وجدوا تقاربا قالوا إن التوقعات صحيحة بنسب كبيرة. من تموز عيد مالياس ببلشوا 20 تموز، من لاحظة الفلك إذا غربة منقولها بشتة. كيف بيكون الشهر غطيطة ضبابة بكون التأس يعني مش منيح بالشتة، حسب الصليبيات والبحير كان التأس مش منيح. عيد الميلاد الشتوية بيقولوا بشعة السنة، هيك منقول وعارف. جاي يعني جاي فيها شتي كتير. بتجي البربارة، إذا شتت ليلة البربارة يعني بدك تاخدها 40 نهار شتي. يعني عيد الميلاد بيكون في شتي؟ بيكون في شتي، والسنة شتت على البربارة. بحسب البواحير والصليبيات إذن وكل حسابات كبار السن، طقس زمن الميلاد عاصف والثلج سيتساقط على ارتفاعات متوسطة، كما أن فصل الشتاء سيكون قاسيا خصوصا في شهر شباط. أداء لك عم بتحسب البواحير، أداء لك فترة بتحسبون؟ من زمان، أنا عمري 83 سنة. ودائما بيزبطوا معكم؟ يعني حسب. طقس حلو كتير بالشتي وبالصيف، إذا ما شتت وما تلجت ما في شي بيطلع منيح. إن صحت حسابات البواحير والصليبيات وكل ما له علاقة بها أو خابت، فلهذه الأساليب نكهة مميزة تعكس طابع القرية اللبنانية وروحيتها، إلى جانب طيبة أهل الجبال وعاداتهم. وأبناء الأرياف الذين يعيرون لأحوال الطقس أهمية لأكثر من سبب، يجدون أن الميلاد لا يكتمل من دون أجواء عاصفة وحتى ثلوج.